الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الكرام الطيبين الطاهرين. هذه القصيدة الخامسة بعنوان أنا الأقصى للمرحوم بإذن الله تعالى حمزة عبد الكريم الجوهري. أنا الأقصى أنخى على آكامه بسرى، ثم انظرا بعيد الصبح من عجبي، هذا الذي رهن الزمان به رهبا لقاه وبيت الله مرتهبي، ثم انصتاف لسان الحال مرتجل يشكو الأذى من شدة الوصب، يحكي وهل أبقى على قدمي في ثلة لا يعرفون نسبي. أنا مسجد الأقصى ويا فخري، كم أمني من مرسل ونبي، ميزان رب العالمين بأرضه، ذكري أتى في محكم الكتب. أنا قبلة أولى وجب السجود بها، حكم العلي فيا حمدا لما يهب، ومهاجر لخليل الله من زمن، جد الأماجد من عجم ومن عربي. أنا سر جبريل الأمين وما حوى من علم خبئ الأعوام والحقب، بإسلام موسى والمسيح ومريم عمرت رحابي من كثرة النصب. أنا ذكر داود النبي بصحفه، الطير منها خاشعا أوب، ونداء سليمان المليك لآصف، ما حرفوا ما رتلوا عقبي، من ذا الذي أعطى الأراذل مسجدي، والله هذا إرثتي لأبي. وبخيل داري نبي الملك واساني، ردوا علي جياد النصر من حجبي، الخير معقود بالعاديات هدى عن ذكر ربي وأهل العلم والأدب. وسري مكة شرفني على شرفي، في ليلة اختارها لجبي، في صبح عرسي والملائك تحمني، يأتي ابن مريم ينهي جولة الكذب، وأنا ابن كعبتكم واد الكليم أخي، ما لي أراني مأسورا ومنتهبي، بالله قولوا هل يليق بشيبتي أمضي السنين مجاهدة لمغتصبي، ماذا جنيت لأوزار أقاد بها حتى غدوت بهذا الوجد منتحبي. سلوا الماضين هل أعنيتهم بطرا أم مازهم حقي بالفتح ما يجبي، وجلال ربي لا يعز جنابكم ما لم أعز وتنفي بهجتي عتبي. يا أهل دين الله قولوا للورى مسر الهدى لصلاح الدين مرتقبي، حي علي بنو الإسلام أجمعكم ومؤملي بصواب الفؤل في رجبي. أنا بيت رضوان الجميل وأمنه، باب الجنان أنا والحور والطيب، قوموا إلي فقد أخفيت مائدة لكرام أضيافي بيتي لهم رحبي، من حوض أحمد قد أحضرت آنيتي، من مائه الشافي مملوءة قربي، هذا أنا من جاءني مجبا، طوبى له طوبى من صادق مجبي. صلى الإله على من زارني ليلا ثم ارتقى نحو العلا لله من تربي، صلى عليه الله خير صلاته
وعلى الأئمة ما جرت سحبي، وسلم تسليما كثيرا.